الاتصالات الوطيدة التي كانت بيننا على مدار الأشهر الماضية، والسيد الوزير كذلك السيد رئيس الوزراء كان على اتصال دائم بالرئيس السيسي. إننا نتعاون بمختلف السبل من الناحية الاقتصادية والسياسية وفي مجالات الهجرة والمياه والهيدروجين الأخضر والزراعة. مصر هي خامس وجهة للتصدير بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن صادرات بين البلدين تبلغ 2 مليار يورو اليوم. الوزير شكري وأنا ناقشنا باستفاضة الموقف المتأزم والسيء في غزة، وأود أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري للدور البناء والمحورية الذي تقوم به مصر في حل هذه الأزمة. مصر تيسر المساعدات الإنسانية والتوسط بين الطرفين المتصارعين، وهذا أمر حتمي. إننا نشعر بامتنان عميق للمساعدة. إننا استطعنا أن نخرج 80 هولنديا من غزة. لدينا قلق عميق بشأن الأزمة الإنسانية الدائرة في غزة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتواصل اليوم، فإن أعين العالم تركز على مصر مرة أخرى. وأنا أمل أن تنجح المفاوضات بشأن إطلاق النار، وكذلك فإننا بحاجة إلى إطلاق النار في وقت مبكر لكي نضمن كذلك توفير المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وزيادة معدلات دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك توفير الأدوات الطبية والوقود والمياه. وأننا كذلك يجب أن تسهم إسرائيل في زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن يتم تسليمها دون أي معوقات وبأمان. وكذلك في إن كذلك استطاعت مصر من خلال معبر رفح أن تدخل مساعدات في مرحلة مبكرة إلى غزة. إننا يجب كذلك أن نضمن أن يقوم أعمال الإغاثة والمساعدات بعملهم بسلامة وأمان. وأنني كذلك سوف أقوم بزيارة إلى إسرائيل. هولندا ملتزمة بكل طريقة ممكنة بأن تسهم في المساعدات الإنسانية الجوية، وكذلك هولندا قد أتاحت 55 مليون يورو للمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة. وأننا ندعو الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، كما ندعم كذلك العمل الذي لا غنى عنه للعمل إعادة البناء في غزة مع الوزير شكري. مننا يمكن أن تبحثنا اليوم كيفية مساهمة هولندا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإشراك مع مصر. كذلك فإننا قلقون بشأن الهجوم البري لرفح، فهذا سوف يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا ويفاقم من الوضع الإنساني لمن يلجأ من الفلسطينيين اللاجئين في هذه المنطقة. في النهاية أن هناك خطر وشيك للتصعيد في الضفة الغربية نتيجة لتصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين، وكذلك فإن كذلك إضافة إلى العمليات العسكرية التي تتم في البحر الأحمر. إننا نناشد المجتمع الدولي أن يستجيب ويعمل على تهدئة الوضع في البحر الأحمر وأن يضمن المرور الآمن للسفن والأفراد، ومنع التصعيد هو أمر حيوي. صاحب المعالي السيد سامح شكري، إنني دعني أختتم كلماتي بالثناء على دور مصر الحتمي والحرك في هذا الصدد، وأن نواصل التعاون الممتاز مع مصر. شكرا. Thank you so much. We'll take two questions.
استاذ اسلام ابو المجد، اتفضل من بلومبرج شرق. سؤالك لمين؟ معالي وزير الخارجيه سامح شكري، معاليكم صباحا التقيتم بالمنسقه الامميه، وهل ترون ان هناك ربما تطور فيما يتعلق او لمستم ان هناك تطور فيما يتعلق بانها قادره على القيام بهذا الدور وفق ما كلفت به من قبل يعني مجلس الأمن، وخاصة ونحن نرى بأن هناك ليس فقط استهداف للمساعدات من قبل إسرائيل أو عوائق، ولكن هناك استهداف مباشر لبعض المدنيين العزل الذين كانوا يعني يسعون للحصول على هذه المساعدات الإنسانية؟ اللقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة كان مفيد بأن نستمع منها لما وضعته من خطط لزيادة المساعدات، المشاورات التي عقدتها مع الأطراف، طبعا الحكومة الإسرائيلية والأطراف الأخرى الأردن مصر، لبلورة رؤية متكاملة لزيادة المساعدات، فتح المعابر أمام المساعدات كافة المعابر. ولكن كان اهتمامنا متصل بأنه هذه الخطة لابد أن توضع موضع تنفيذ سريع، أن الأوضاع الإنسانية وتفاقمها، ما نشهده من أضرار الآن وصلت إلى درجة أن هناك أطفال يموتون من الجوع في شمال غزة، تقتضي أن نتعامل بجدية وبمصداقية أعلى وأن نواجه هذا التحدي بما يتفق مع القواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح والحقوق الإنسان، ولا يمكن أن نحتمل مزيد من المعاناة والألام المترتبة على الوضع الإنساني والقتل المستمر في قطاع غزة. وكان التركيز أيضا على المعبر العامل، هناك رغبة في فتح المعابر الأخرى، والمعابر الأخرى حتى الآن لم يتم فتحها، ولكن هناك معبر يعمل ولكن لا يعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للقواعد بتفرض من حيث التحقق من المساعدات، إجراءات مطولة ربما عن تعمد للحد من المساعدات لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع، وأنه الولاية المحددة في قرار مجلس الأمن تفرض السرعة في إقامة مركز للتحقق في رفح الفلسطينية، تستطيع أن تعمل بشكل فيه كفاءة بعيدا عن أي نوع من المحاولات الحد والسيطرة. لنا ثقة كاملة في أن أجهزة الأمم المتحدة هي منزهة عن أي تورط أو أي عمل لا يتسق مع حياديتها وقدرتها. فكانت الرسالة من قبلي هي بضرورة التنفيذ الفوري للولاية للمنسقة وفريق عملها، وأننا نركز على تفعيل هذه الولاية في المعبر الذي يعمل، المعبر الذي اعتمد عليه القطاع، المعبر الوحيد اللي وفر رغم عدم رضانا بما استطعنا أن ندخله من هذا المعبر، ليس لعدم قدرة، نحن نرى قوافل الممتدة من رفح إلى العريش انتظارا للدخول، ولكن غير قادرة نظرا للإجراءات المعقدة التي تفرض على هذه القوافل، ومن ثم أهمية الخروج خارج هذه القواعد وعمليات التحقق التي تتم في المعبر الإسرائيلي، بحيث أن يتم هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة التي تحظى بثقتنا والتي يجب أن تكون محل ثقة كافة أعضاء الأمم المتحدة. سؤال معالي وزير خارجية هولندا أستاذ محمد حجاب، تفضل الأهرام. سؤالي معالي الوزيرة، في إطار التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، تعد مصر أحد أكبر الدول التي تتعاون مع هولندا في إفريقيا وشمال والشرق الأوسط، هناك علاقات اقتصادية كبيرة، تحدثتم خلال المباحثات عن علاقات اقتصادية، احنا عايزين نعرف أكتر حوالين المجالات اللي هيتم فيها التعاون، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
شكرا. And renewable energy. Thank you. Thank you so much. شكرا جزيلا. Thank you so much for this question. على هذا السؤال أننا نود بحق أن نعمق أو هذه العلاقات الثنائية، وهي من المهم أن نعمل معا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لأنها تكنولوجيات وتقنيات واعدة، ونأمل أن تتوافر لدينا الفرصة للعمل معا في مجال المناخ والزراعة الذكية. هناك العديد من الفرص كبلدين أن نعمل عليها، مثل وقد تؤتي بثمارها الاقتصادية والاستثمارية، ونتطلع إلى هذا في الفترة القادمة. Mr. Sharif from Al Jumhuriya. My question is to Her Excellency the Dutch Minister about the developments in Gaza. عن التصويت في على القرارات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وأيضا وقف تمويلها في منظمة الأونروا، وأيضا نقول عدم خروج بيان نقول موحد من الدول الأوروبية بشأن نقول حادثة النابلسي، وأيضا ما هي الرسالة التي يمكن أن تطلقوها من القاهرة، وأيضا ما نقول ما رؤيتكم لكيفية الخروج من الأزمة الرهينة. شكرا. أود أن أؤكد على أننا قد وفرنا أكثر من 55 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، وسددنا بالفعل مساهمتنا السنوية للأونروا وهي 90 مليون يورو. لذلك فإننا ندعمهم، في نفس الوقت أننا ننظر عن كثب في التحقيقات التي تجرى حاليا، وكذلك فإن هولندا تأمل أن هذه المفاوضات التي لم تحدث بعد التي تحدث الآن سوف تؤدي إلى وقف إطلاق نار لعدة أسبان، تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في النهاية، لأننا نرى أن شعب في غزة يواجهون موقف إنساني متأزم، ومن الضروري أن يكون هناك مرور بشكل أفضل للمساعدات الغذائية وكذلك أو الإنسانية، وكذلك إطلاق سراح الرهائن. ونرى في نفس الوقت أن قرار محكمة العدل الدولية مهم للغاية، أيضا الطرفان ملتزمان بهذا بقرار المحكمة هذا، ومن الواضح أن الأطراف عليهما أن يمتثل لهذا القرار لمحكمة العدل الدولية. وفي الأسبوع الماضي وعلى مدار الأسابيع الماضية كان هناك بعض الإسهامات القليلة من ملايين اليوروهات لكي تقوم تتمكن محكمة العدل الدولية من إجراء التحقيقات، ووفرنا مليون دولار في إلى مكتب مفوض حقوق الإنسان. إذا فإن المكتب في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يقوم بأعمال الرصد بشكل أفضل، وأن تتاح له كل الإمكانات للعمل بشكل نشاط فعال في المجال العمل الإنساني وحقوق الإنسان. مساء الخير يا فندم. أمل صبري، قناة النيل الأخبار، التلفزيون المصري. سؤالي موجه لمعالي الوزير سامح شكري. معالي الوزير، اتصالا بالمفاوضات الجارية للتوصل لهدنة جديدة، هناك مؤشرات تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم. شهر رمضان سيحل علينا بعد أسبوع، هل هناك تصور مصري أو عربي إسلامي للخطوة القادمة للتحرك لوقف الحرب خلال الفترة القريبة الحالية؟ وأيضا ما هي الرسالة التي توجهونها للولايات المتحدة الأمريكية إذا فشلت المفاوضات، خاصة أنها استخدمت حق الفيتو بدعوى عدم إعاقة المفاوضات؟ وشكرا.
السياسة المصرية وتصور أنها متسقة مع سياسة الدول العربية، أعضاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واضحة ومحددة في المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الرفض التام للتهجير، وأن يتم ذلك بشكل فوري. كل هذه الأمور لا نستطيع التأخر فيها وإلا تفاقمت الأوضاع. الاستمرار في الوضع الراهن هو الذي يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة بذلك، ومن ثم فأهمية أن نصل إلى وقف إطلاق النار شيء جوهري ومتفق عليه بشكل كبير. ما نسعى إليه بالتعاون مع أشقائنا في قطر من التوصل من خلال مفاوضات فيما بين الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق النار جزئي، ينتقل إلى أن يكون وقف كامل لإطلاق النار، إفراج عن الرهائن وإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، أيضا مراعاة لما نحن مقدمين عليه في شهر رمضان الكريم، ومنعا لاستمرار المعاناة الإنسانية خلال هذا الشهر. ولكن في الحقيقة هي معاناة إنسانية لابد من التعامل معها بشكل فوري، لأن لا نستطيع تحمل مزيد من الألام المرتبطة بهذه الأوضاع والمشاهد اللي لها وقعها علينا جميعا. طبعا حساسية المفاوضات، لا أود أن أقول أن هناك تفاؤل أو تشاؤم، هناك لم نصل بعد إلى النقطة التي نحقق من خلالها وقف إطلاق النار. من الأهمية أن يدرك الجميع ضرورة الوصول إلى هذا، وأن يتحمل مسؤولية ما قد يتخذ من قرارات في هذا الشأن. لابد أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة متسقة مع ذلك، وهناك قدرة لدى دول الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تطور في التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي بالأمس التي تحدثت فيها عن أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار. نأمل أن يكون هذا تطور في الموقف الأمريكي يكون له انعكاسه سواء في المنظمات الدولية، ولكن أيضا لدى إسرائيل باعتبار الولايات المتحدة في السابق كانت لا تدعم المطالبة بوقف إطلاق النار لما اتخذته من اعتراض على قرارات مجلس الأمن التي كانت تدعو لذلك. لكن هناك تصاعد لدى دوائر كثيرة بضرورة وقف إطلاق النار، إنه الأمر أصبح الآن فيه خطورة في استمرار هذا الصراع، ليس فقط على الوضع الإنساني ولكن أيضا للتعقيدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والمحاولات لتصفيتها، وأيضا اتساع رقعة الأزمة. فنأمل أن تؤتي المفاوضات الجارية والاتصالات التي نجريها مع الطرفين إلى هذه النتيجة، ولا نخوض في التفاصيل طبعا لحساسية الأمر، لكن مع التقدير بأنه تحمل المسؤولية أصبح شيء واضح في هذه المرحلة، ولا بد أن تتكاتف الجهود الدولية للإقناع بحيوية التوصل إلى هذا التفاهم. شكرا جزيلا. شكرا.